سلاما كماء السماء زلالا، تغنى به الشعر سحرا حلالا. سلاما كماء السماء زلالا، تغنى به الشعر سحرا حلالا. سلاما طوى الحجب وانساب فيضا، فنور وجه السماء جلالا. سلاما تسنم ركب الزمان، فأنا تراه يحط الرحال. فوا فرحتاه أراه تهادى، يتمتم بالمنجيات ابتهالا. تهادى لحضرة ذي الحسنيين المليك المفدى، وحي امتثالا. بقابوس إن ارتقينا المعالي، بقابوس إن ارتقينا المعالي، ونلنا به ما ظننا محالا. فيا لك يا سيدي من مليك أتيت فعالا تفوق الخيال. فيا لك يا سيدي من مليك أتيت فعالا تفوق الخيال. فسلام زلال كماء السماء الطاهر النقي، نور وجه السماء جلالا لتلك الروح الطاهرة التي ضمها ثرى تراب طاهر برحمة من المولى ومغفرته. تلك الروح التي سكنت القلوب والحنايا، وستظل حناجرنا وستظل أفئدتنا تتمتم لها بالابتهال أبد الدهر. ذلك الرمز الإنسان الذي أحب الإنسان والإنسانية، وبذر بذور المحبة والعزة بنهضة مباركة جنى، وسيجني كل عماني ثمارها لفترات مستقبلية قادمة. وسلام لمن يواصل تلك النهضة بتجديدها بكل عزم واقتدار، لمن يعمل ليل ونهار، ولمن وعد وأوفى وسيظل وفيا كما قال، ليصل بهذا البلد المعطاء إلى مصاف التقدم والازدهار. مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. وسلام آخر لذلك الإنسان العماني في كل زمان ومكان، الذي تحدى الصعاب ونال ما يفوق الخيال بفضل قيمه ومبادئه وكرمه وأخلاقه وعمله وإبداعاته. وثمة سلام آخر من النادي الثقافي بالقرم لكل من أتى عانيا لينهل من مخزون الوطن الكبير في الثقافة والأدب والفن، ويستضيء بإشراقات أدبية وفنية ستطل علينا في هذه الليلة. وإذا كان من سلام يحفه التقدير والتبجيل، فهو لأحد رواد الثقافة والأدب العربي، ورمز من رموز الكرم والعطاء، راعي أمسيتنا لهذه الليلة صاحب السمو السيد فاتك بن فهر بن تيمور المبعوث الخاص لجلالة السلطان. أصحاب السمو، أصحاب المعالي، المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة وأرباب وأصحاب الثقافة والفن والأدب، أهلا وسهلا بكم في هذه الإشراقة الفنية من إشراقات الوطن الكبير. لهذه الإشراقة نشر وناشر، نبدأها مع كلمة الناشر، مؤسسة الرؤية للصحافة والنشر، يلقيها علينا الشيخ المكرم حاتم الطائي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد الموقر، مبعوث جلالة السلطان، راعي الحفل، أصحاب السمو والمعالي،
الشيخ أحمد بن سويدان البلوشي. أيها الأصدقاء، أسعد الله مساءكم جميعاً بكل الخير. يسرني ويطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب، شاكراً لكم حضوركم ومشاركتكم معنا في هذه الأيام العصيبة التي تمر على العالم، ونتمنى أنه خلال الأسابيع القادمة تنجلي هذه السحابة السوداء وترجع الأمور إلى طبيعتها، ونصافحكم وكل الأشياء التي توقفنا عنها منذ الأيام الأولى لكورونا. نحن هنا في هذا المساء المبارك ندشن كتابين جوهرتين، كتاب عمان من السماء الجزء الثاني، وكتاب رحلة إلى المستقبل التي تروه هنا. في الحقيقة الكتاب الأول عمان من السماء الجزء الثاني، لأننا قبل 4 أو 5 سنوات كنا قد نشرنا بالتعاون مع الشيخ أحمد بن سويدان كتاب عمان من السماء الجزء الأول، والذي لقى الكثير من الإقبال والحفاوة والنجاح الكبير، مش فقط نجاح ولكن نجاح كبير جدا، وذلك لعدة أسباب، ولكن الأهم في ذلك يعني أن النسخ الأولى التي كان طباعتها أعتقد في حدود 10,000 نسخة نفذت خلال العام الأول، وخلال لقاءاتنا المتكررة مع أبو فهد الشيخ أحمد يعني كنا دائما يعني الصور التي نشرت في ذلك الجزء ربما 500 صورة، يقول هذا 2 أو 3% من الأرشيف الموجود عندي، فكانت بالنسبة لي يعني شيء مدهش أنه أروح عنده إلى المكتب وأستمتع بمشاهدة الأفلام والصور، وما نحس أن الوقت صار الساعة 11 أو 12 وهو عنده ناس آخرين ومشاغل أخرى. فكان صراحة العمل في ذلك الكتاب يعني متعة جميلة جدا، روعة جدا، يعني استمتعنا بكل الأشياء التي اشتغلنا فيها، وهو كان يعني مثابر بطريقة كبيرة جدا في أدق التفاصيل. فخليني حتى أقول لكم أنه كان يحضر إلى المطبعة، وفوجئنا في ذات يوم هو جاي المطبعة ما كان في البرنامج يعني مع الفريق، وشاف الأشياء المطبوعة ولم تعجبه صورة. تعرفوا الكتب تطبع عادة بالملازم، يعني كل 16 صفحة يعني متفرقة، فشاف صورة معينة فقال هذه مش هي اللي أنا أريدها. أنا قال والله هذا اللي يطبع الشيخ أحمد، يعني قال لا هذه لا أريدها وكنسلوها. فاتصلوا له بالمطبعة بعدين، كيف طيب من بيتحمل التكلفة إلى آخره؟ قال لهم بالعكس إحنا نريد أفضل شيء يمكن أن تقدمه المطبعة، هذا تشريف لعمان أن إحنا عندنا هذه الحساسية بالجودة العالية للطباعة، وهذا ما حدث. طبعا تكنسلت وعيد طباعة 16 صفحة، ولكن هذا كان الستاندرد العالي لمن يعمل مع الشيخ أحمد سويدان، دقيق في التفاصيل إلى أدق، وبالتالي هذا التفصيل وهذا يعني الاحتياط عشان تكون الجودة عالية يقابله نجاح كبير. نفذت النسخ، وبعد ذلك قبل عام أو شيء طبعنا الطبعة الثانية، لأنه كان في طلب كبير جدا من الكثير من المؤسسات، لأنهم يستخدموا هذا الكتاب كأفضل هدية تقدم عمان عندما يكون عندك ضيف. فبالتالي الآن طبعا بين أيديكم الجزء الثاني من هذا الكتاب الجميل. أنا أريد يعني أطلعكم على المفاجأة الكبيرة جدا، وهو ليست مفاجأة بمعنى الكتاب رحلة إلى المستقبل، لأنه تعرفوا جميعا سيرة الشيخ أحمد سويدان، هو كان يعني غاوي وله شغف كبير بالتقنية والاتصالات وكل ما هو جديد في هذا العالم، فبالتالي ما غريب أنه هو يعني يكون يصدر لنا هذا الكتاب. لكن لمن لا يعرفه فيقول إيش يجمع بين هذا الكتابين، وهو في الأخير نفس الكتاب. أنا بقول لكم بعدين ليش هذين الكتابين هم أساسا كتاب واحد، هو بحث عن الجمال، بحث عن الجمال في عمان هذا الموطن العزيز والغالي علينا، سواء كنت نظرت من ناحية يعني الآيات القرآنية اللي موجودة في رحلة إلى المستقبل وتتأمل في هذا الكلام الرباني، أو سواء كان شفتها في مشاهد ما شفتها إلا في هذا الكتاب الذي أمامكم أو عمان من السماء الجزء الأول، وهنالك يعني أشياء مشتركة كبيرة جدا على الرغم أنها قد تبدو متباعدة، فهما كتابين الواحد يضيء الآخر، واحد يكمل الآخر، حتى تفهم رحلة إلى المستقبل تكون أنت شاهدت هذا يعني إيش يخلي الشخص تقاعد
ويبدأ العمل. يعني أنتوا تعرفوا كل الناس تحلم بالتقاعد عشان ما تعمل شيء، وهذا طبعا مفهوم مغالط يعني للحياة، لكن نحن هنا أمام شخص فنان ومبدع ومبتكر ما يوقف عن البحث عن الجديد، ولما يشوف شيء جميل يود الجميع في هذا العالم وفي هذا المحيط أن يشارك معه هذه اللقطة التي انتظرها طويلا حتى تكون في لحظة إضاءة معينة، 5 صباحاً 6 صباحا قبل الغروب إلى آخره. تعرفوا التصوير يعني، والشغف بالتصوير يحتاج لمثابرة كبيرة، يحتاج لتعب، يحتاج لجهد كبير ما متوفر عند الإنسان العادي. فنهنئ الشيخ أحمد سويدان على هذه الجهود الطيبة التي من شأنها أيضا أن ترفع اسم عمان في المحافل الدولية. ولو تتذكروا خطاب السلطان هيثم في 23 فبراير تكلم عن إعلاء راية عمان، واستخدم هذه إعلاء 3 مرات، لأنه هذا هو الجهد اللي إحنا نريده من شبابنا، هو كيف نستطيع أن نقدم لعمان أكثر، ما نقدم الستاندرد والعادي، لا هذا ما هذا كل حد يقدر يسويه، ولكن الجهد الجماعي الذي يصب في هذا الحياة وفي نهضة عمان وقوة عمان وحضورها على المستويات العالمية، هو أن نقدم شوية أكثر أو أكثر شيء نستطيع أن نقدمه في إبراز هذا الوطن الحضاري والعظيم. رحلة إلى المستقبل كما يعني من العنوان هو واضح، هو كتاب عن الثورة الصناعية الرابعة، عن الذكاء الاصطناعي، عن إنترنت الأشياء، عن الجي 5 وغيرها من الأشياء، ولكن هنالك يعني نظارات جديدة والجانب الروحي في رؤية هذه الأشياء، هذه الأشياء اللي كلنا طبعا نستفيد منها أو نراها أو نعايشها أو نستخدمها. نحن في بداية مرحلة جديدة اللي هي بداية الفصل الأول في الثورة الصناعية الرابعة، وخلال ربما الأشهر أو خلال العام القادم لما يحضر الجي 5 في حياتنا بشكل يومي بتشوفوا كل شيء تغير، تغير بشكل كبير وراديكالي في حياتنا، وهذا ما سنشهده. وأنا بقول لكم على أساس شيء بسيط فقط من أحد يعني اللغة التي كتب فيها كتاب رحلة إلى المستقبل، كتب بلغة بسيطة وشيقة حتى كل إنسان يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب. وأول ما تفتح الكتاب خلوني أخبركم ما بتخلوه لغاية ما تخلصوه من قوة وجمال هذا الكتاب. أحد القصص طبعا هو مليء بالحواديث والذكريات وأشياء جميلة جدا، بحيث أنك أنت تقرأه وكأنك جالس مع الشيخ أحمد بن سويدان وهو يسولف لك ويحكي لك وإلى آخره. أحد هذه القصص هو يتكلم عن مسألة الإلهام، الإلهام، ويتكلم عن الإلهام هذا إيش هو، هذا الإلهام اللي يأتي للإنسان ويقول أوه أنا كأني شفت هذا المشهد قبل أمس، كأني حلمت هذا المشهد وها هو الشخص الآن أمامي، أوه كيف هذا اللي صار، يعني هل هذا أنا أتخيل ولا هذا شيء حقيقي. هو يتحدث عن أحد في هذا فصل الإلهام عن زيارة لما كان وزير للاتصالات، زيارة مرتقبة إله رسمية إلى إيران، جمهورية إيران الإسلامية. فقبل ما يسافر بأسبوع طلب من السفير الإيراني في عمان يريد البرنامج، برنامج الزيارة، فبعثوا له البرنامج، فهو شاف أن هذا البرنامج طويل شيئا ما، يعني يمتد إلى 10 أيام، وقال للسفير أرجوكم اختصروا هذه لأنه ما عندي كل هذا الوقت أني أزور كل هذه الأماكن، جولة في الشمال وجولة مش عارف إيش، يعني بعد ما تنتهي المباحثات الرسمية. فأصر هو على السفير دون أن يعرف ليش هو مصر على السفير أنه لازم يختصر هذه الزيارة. بعد ذلك لما وصل إيران فوافق السفير طبعا، لما وصل إيران واستقبل وزير الاتصالات وكذا أيضا ألح عليه أنه يبقى معاه 3 أيام زيادة 4 أيام زيادة حتى يوريه جمال الطبيعة في شمال إيران. وهو بدون ما يعرف بالحدث اللي عنده شيء فطري، شيء ما تعرف إيش، إلهام معين، أصر أيضا أنه يعود. وطبعا هم الإخوة الإيرانيين من كرمهم وحبهم، وهذا يعني شيء يشكر عليه، لكن كان عنده إحساس أني أنا لازم أرجع مساء الأربعاء. رجع مساء الأربعاء، وفي اليوم الثاني بعد وصل عمان يشوف الأخبار أو التلفزيون أو كذا، وعلى حدث في ذاك فجر الخميس زلزال مدمر جدا في الشمال الإيراني وفي نفس الفندق اللي هو كان مفروض يسكن فيه. يعني تخيلوا بالأرض مسحت كل هذه المنطقة، والذين ماتوا هم 40,000 شخص إضافة إلى أشياء كارثية يعني حدثت، أكبر زلزال في إيران. فكيف نستطيع أن نفهم هذا النوع؟ هل هذا علم؟ هل هذا شيء غامض؟ إيش بالضبط اللي يخلي الإنسان يعني حتى في مصطلح باللغة الفرنسية يستخدموه بالإنجليزي اسمه ديجافو،
يعني أنا كأني شفت إنه هذا بيحدث بدون ما أحس وبدون ما تكون عندي المعلومات. هذه جزء من الأشياء الجميلة التي ستجدوها في هذا الكتاب الجميل والرائع. أنا يعني لازم الآن نعرف أن ضيق الوقت، لكن أجمل كتاب طبعا بالنسبة لي وبالنسبة لتاريخ الطباعة في عمان هو كتاب عمان من السماء 2، يعني كتاب أقل ما يمكن أقول لكم عنه أنه كتاب فخم وفاخر ويليق بنفس الفكر اللي ألهمنا يا سلطان هيثم إعلاء اسم عمان. هذه المسألة يجب أن لا تغيب عن بالنا عندما ننجز أشياء فيها شيء وطني، الإتقان في العمل، الإتقان لدرجة يعني تفاصيل التفاصيل المهمة. فهذا الكتاب ينقسم إلى 3 أقسام مهمة. أولاً شيء الطبيعة، معالم تاريخية، تشكيلات الطبيعة. الطبيعة في عمان كما جميعكم تعلموا عمان يعني تتمتع ببيئة متنوعة ومختلفة، عندك الصحراء وعندك الجبال والسواحل والأودية والسيوح، وكل هذه الأشياء هي يعني بالمصطلح الفوتوغرافي فوتوجينيك. ليش عمان فوتوجينيك غير عن بلدان أخرى؟ يعني هذا يعني الكتاب يقودك إلى هذا النوع من التفكير، أنه في سحر عماني تجده في المكان العماني، لكن يحتاج الفنان اللي في داخله الجمال يستطيع أن يلتقط هذا الجمال. ما كل حد يستمتع ترى بالسيوح والصحاري، وأيا كانت يعني وجهة النظر ممكن يشوفها كأنها صحراء قاحلة، لكن هو شاف فيها كل الجمال التي يمكن أن يتلخص في يعني رمال، سواء كانت رمال الشرقية أو رمال الربع الخالي أو رمال الحشمان أو غيرها من صور. كل صورة عبارة عن حكاية تحدثك في هذا الكتاب. في طبعا الأودية، في مناطق يعني احنا ربما اول مرة نسمع عنها، وهذه المسألة المهمة اللي يعني يتميز فيها الشيخ احمد سويدان، انه تقريبا رف كل مكان، ما خلى مكان يعني في أودية ما وصلتها السيارة، وما فقط ساق مثل ما ممكن تتخيل البساطة، ساق الى مكان اسمه وادي نحيز او نادي سينو، صحيح سينيق، هذا أحد أجمل الأودية وأجمل الصور في الكتاب في صفحة 149 ستجدوه. يعني صراحة هو قريب من الشوامية، أو كما خبرني الشيخ أحمد سويدان بين حاسك والشوامية، وادي كأنك أنت تشوفه من صور الجنة. ما في هذا المكان أبدا شيء يعني بديع أو أكثر من بديع، فيصل إلى مناطق يعني جديدة، مناطق ما شفناها، مناطق هو يعطينا هذه الفرصة الجميلة والرائعة أن نشوف مناطق للمرة الأولى. أيضا كثير من هذه الأودية، ولما نتكلم عن الفوتوجينيك وسحر هذه الصور، لأنه نشوفها للمرة الأولى، أول واحد يصور في بعضها، كثير من هذه الأماكن أول من صورها هو الشيخ أحمد سويدان. لأنك لو أنت شايل يعني لو خضينا يعني صور مثلا المشهورة في العالم، سواء كانت الموناليزا أو برج إيفل أو سور الصين العظيم أو أنت بيج بان أو أي شيء، هذه الصور خلاص استهلكت، لأنك أنت شفتها الآن على الأقل 1000 مرة في حياتك، فما فيها جديد. لكن الجديد وهذه الصور التي تعطيك الدهشة، الدهشة لما يعني تشوفها يقول لك يعني عيونك تفتح، يعني بالمصطلح الإنجليزي تفتح، لأنك أنت تشوف هذا المكان للمرة الأولى. بس لو تشوفه للمرة 100 فيعني تخف تلك الدهجة وذلك الإبداع وذلك الرفلكشن اللي يحدث عندما تشوف منظر جميل. المعالم التاريخية طبعا في الكتاب، هذا الفصل الثاني، يعني مهمة جدا وفي منتهى الأهمية في فهم عمان، لأنه عمان عبارة عن حضارة موغلة في القدم. موغلة في القدم يعني 5000 سنة قبل الميلاد، 7000، يعني أشياء عجيبة. يعني عندك هذا موقع مثل اللي هو يبدأ فيه الفصل، أعتقد موقع سلوت، موقع سلوت الآن يعتبر من أهم المواقع الأثرية على مستوى الجزيرة العربية، وإن شاء الله لما يكون في افتتاح له كما عرفت أنه ستشوفوا أنه مدرسة لأبنائكم حتى تتعلموا عن حضارة الإنسان العماني، وهذا العمق التاريخي اللي يخلي العمانيين يعني فخورين بهذا التاريخ العظيم لعمان، وهذا أيضا ما تعلمناه في كثير من المشاهد. تشكيلات الطبيعة، وهذه تعرفوا أنتم عن مسألة الجيولوجيا في عمان، عمان تعتبر يعني الناس اللي يتابعوا علم الجيولوجيا بارادايس، لأنه عندك ما أشياء تشوفها تشكلت من 60 مليون سنة،
يعني تخيل الفرق اللي هو قد لا يكون موجود في أي مكان في العالم. تخيلوا أنه الجبل الأخضر وجبل شمس هذه المنطقة كانت كلها تحت البحر، وبعد ذلك صعدت، وتشوف أنت لما تطلع هذه الجبال الفوسيلز، يعني هذه المحار وإلى آخره موجودة في هذه الجبال. أنا لا أريد أن أطيل كثيرا، لكن في كلام واجد مهم أقوله عن هذا الكتاب. هنالك طبعا التشكيلات الطبيعية مهمة، وأهم طبعا ما يميز أعمال الشيخ أحمد سويدان هو استخدام الدرونز، استخدام الطيارة، وهو أول من استخدم الطيارة في التصوير على مستوى حسب علمي المنطقة العربية، ما فقط على مستوى العمان، وبعد ذلك يعني هذا كان ربما في 2012-2013، وبعد ذلك جاء جيل من الشباب يتعلموا inspired بالكتاب الذي صدر عمان من السماء واحد. إيش يميز الدرونز؟ يعني أكيد في صعوبات، لكن أنا هذه المسألة اللي بغنكم تربطوها، اهتمام الشيخ أحمد بن سويدان بالتكنولوجي وهذا الفاسينيشن اللي عنده بكل ما هو جديد، واستخدام التصوير في كتاب عمان من السماء، في ربط بين الكتابين وبين الشخص، يعني هذه هي اهتماماته، وقدم لنا تجربة مثيرة جدا كما قلت أيضا ودائما أقول تعلي من اسم عمان. فاستخدام الدرون يعطينا، احنا كلنا شفنا وادي دربات، أكيد كلكم صورتوا عليه، أجمل صورة في الكتاب في أول الصور هي وادي دربات، لكنه هو صور وادي دربات من السماء، فأنت تشوف وادي دربات كأنك تشوفه أول مرة، مش هو اللي أنت ألفت عليه صورته مع العائلة أو مع ابنك إلى آخره. فهذا الفن في التصوير يعني يسموه إيجل آي، عين الصقر، اللي هي من السماء الكاميرا زاوية جديدة تماما تخليك تشوف المكان كما قلت وكأنك تشوفه للمرة الأولى. إذن الشغف بالتصوير هو أحد أهم عوامل النجاح في هذا الكتاب وفي حياة الشيخ أحمد سويدان. لازم يكون عندنا شغف، إذا ما عندك شغف بالشيء اللي تسويه لا يمكن أن تقدم شيء جميل، أو بتقدم كما قلت في البداية العمل العادي المتوسط اللي كل إنسان يقدر يسويه، بس الشغف اللي من الداخل هو اللي يستطيع أن يخليك تبذل هذاك الخمسة متر مثل ما أو اللي باقية أن تصل إلى الذروة، وهذا هو ما يستطيع الشيخ أحمد سويدان أن يقدمه لنا في هذا الكتاب. أهم شيء كخلاصة وأختمكم هو حب الوطن. حب الوطن هو من أهم الأشياء التي تجدوها في حياة الشيخ أحمد سويدان وفي خلال هذه الصور البديعة جدا. ترى حب الوطن مش كلام إنشائي، وليس أنا أغرد في تويتر وأسب خلق الله وما أعرف إيش وأقول كذا وما تقصير المسؤولين، مش هو هذا حب الوطن وانت جالس تفتح الواتساب والتواصل الاجتماعي في خلال الدوام الرسمي. حب الوطن هو العمل، هو العمل العمل العمل، وهو الإتقان في العمل، وهو العمل الصالح الذي يبقى ويحلو من شأن عمان. هذه أعتقد بعض النقاط اللي كنت أريد أشارككم فيها، ولولا الوقت يعني لكنت يعني تكلمت أكثر، ولكن أنا أشكركم الشكر الجزيل، أشكر صاحب السمو على رعايته الكريمة، وأشكركم جميعا على مشاركتكم لنا في هذا الحفل البهيج، والسلام عليكم ورحمة الله. الشكر الجزيل للشيخ المكرم حاتم الطائي على هذا الإثراء الفني البديع، ما شاء الله ملاحظات فنية وجمالية وإبداعية وخيالية أخذت بنا إلى أفق بعيد جدا. شكرا لمنطوقك العذب ومنهلك الأعذب، شكرا جزيلا لك. عندما يكون هناك تجمع أدبي فني دائما يطالعني قول الشاعر حين يقول: وفي التوحيد للهمم اتحاد، ولن تبنوا العلا متفرقين، وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين، فساندت الكواكب فاستقرت، ولولا الجاذبية ما بقينا. ففي هذا التوحيد وهمم التوحيد والعمل الجماعي نصل إلى مرحلة الطموح والرضا. ويقول الشاعر أن هذه الكواكب السماوية التي نراها لولا الجاذبية الإلهية لما سارت في نسق غريب وعجيب ومثير، وهنا نحن أيضا لولا الجاذبية الأسمى لحب الوطن وللثقافة والفن لما اجتمعنا ها هنا.
وبفضل هذه الجاذبية الوطنية تجد العماني دائما في كل محفل وإنجاز في الصدارة. وإن كانت من جاذبية مثيرة أخرى في هذه الليلة هي جاذبية لكل من ساند وساهم ويساهم في رفض الثقافة والفن العماني والخليجي والعربي، بل من آمن أن المسؤولية وإن كانت رسمية أو مكانة اجتماعية لا تكن هذه المسؤولية إلا بتحقيق الإنجاز لهذا الوطن الغالي، بل أقول من علمنا درسا، من علمنا درسا أن العمر لا يقاس بالسنين والأيام، بل أن العمر يقاس بتقدم شغف مع تقدم الإنجاز. إنه الشيخ أحمد بن سويدان بن محمد البلوشي الذي سيطل علينا بعد قليل لكي يرينا عمان من السماء، بل يرينا رحلة مستقبلية خيالية جمالية ستأخذنا أيضا إلى أفق بعيدة رائعة. فليتفضل مشكورا. شكرا شيخ حاتم، انت اختصرت علي التفاصيل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين. صاحب السمو السيد فاتك بن فهر بن تيمور آل سعيد الموقر المبعوث الخاص لصاحب الجلالة، راعي الحفل، أصحاب السمو والمعالي المكرمون وأصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يظل الإنسان منا أسير شوقه وشغفه حتى تلتقي الإرادة والعزيمة بالعزم والتطبيق، وقد سكنني الشوق والتعطش لعالم الاتصالات والخيال العلمي منذ الطفولة، ولأنني نشأت بين أحضان الطبيعة من نخيل وشجر وأعلام ومدر وطيور وزهر، فقد عشقت الجمال مهما بلغت تفاصيل دقته ومهما تناهت خطوطه ونعومته. صاحب السمو راعي الحفل، ضيوفنا الكرام، إن الفرد منا لن يتأتى له العيش باستمتاع في هذه الحياة إذا لم تكن لديه هواية يركن إليها في لحظات الابتعاد عن عالم العمل والمشاغل اليومية. ولكن عندما تمتزج الهواية مع العمل يكون الناتج رائعاً، وقد رزقني الله سبحانه وتعالى أن أجد عملي في هوايتي وأحظى بممارسة هوايتي في عملي، سواء عندما كنت على كرسي العمل الحكومي أو بعد تقاعدي وتفرغي لملاحقة جمال الطبيعة أينما حل على هذه الأرض الطيبة. جاء كتاب عمان من السماء في جزئه الأول ليصف تفاصيل جمال عمان في طبيعتها وإنسانها في نهضتها وتنميتها، وذلك باستخدام آلة التصوير من على الطائرة المسيرة عن بعد لتعود لي بأجمل وأعجب اللقطات، حيث أظهرت لي البعد الثالث من ذلك الارتفاع. ويأتي اليوم كتاب عمان من السماء في جزئه الثاني الذي نحن بصدد تدشينه في إضافة جديدة، كما أنه يحتوي على بعض الصور باستخدام آلة التصوير اليدوية، حيث أنني وأثناء تجوالي في أرجاء البلاد كانت تأسرني بعض التفاصيل الطبيعية التي مرت بها عوامل التعرية مع مرور الأزمنة لتنحت لنا وجه إنسان أو حيوان
أو تلك اللقطات التي لن تتكرر مثل اتحاد الماء والهواء لتخرج لنا أشكالا كالوجوه وغيرها من التشكيلات الموجودة في الكتاب. وهنا لا ألوم هواة التصوير مثل المصور خميس المحاربي، ما أعرف الليلة موجود عندنا ما شاء الله عليه، هذا طبعا أكبر كمية صور موجودة عند المصور خميس المحاربي، وهو قد صدر كتابين وكتابه الثالث في الطريق. عندما يقف الفرد منهم حائرا أمام هذا الكم من الجمال العماني وثرائي، ولكنني أشد على أيديهم للاستفادة من هذا من هذه الكنوز التي لا تنضب، فهي هبة الخالق عز وجل لنا لنجعلها حمائم سلام نرسلها إلى بقاع الأرض قاطبة في لوحات أو مطبوعات أو لقطات حية أو صور فوتوغرافية. والآن صاحب السمو أترككم لبعض الدقائق مع فيلم ما وراء الكواليس، والذي يصور غيظ من فيض لبعض التحديات التي كنت أواجهها في بحثي عن مكامن الجمال الفريدة عند التصوير. تلك بعض اللقطات للتحديات التي يواجهها الكثير من محبي التصوير، وذلك للبحث عن جمال الطبيعة، وهذا فقط جزء بسيط من ما وراء الكواليس. في طبعا اللقطات شوية ربما تخوف المشاهد، ولكن دائما السعي للجمال والجميل والأجمل دائما يحتاج إلى عزيمة. صاحب السمو السيد فاتح بن فهر بن تيمور الموقر، أيها الحضور الكريم، ارتبطت الاتصالات بالنقطة والشرطة قبل الصفر والواحد، لذلك أسرني سر الذبذبة والترددات الموجية، وظللت أقرأ وأطلع وتفكر فيما حولي من مشاهد الطبيعة وفي الإنسان وعلمه المحدود وعمله على هذه الأرض. وما بين عملي وتفرغي تنقلت ما بين الاتصالات المادية
والاتصالات الغير مادية، حيث كانت النقطة الفاصلة في عام 1970 كما ذكر المكرم الشيخ حاتم، عندما كنت في زيارة رسمية لإيران لجمهورية إيران الإسلامية، وما حدث قبلها وبعدها من أحداث ذكرتها في صفحات الكتاب. ثم تأتي تلك الصدفة، وهنا أقولها مجازاً لأن كل شيء مقدراً ومكتوباً، أي بمعنى ما في شيء صدفة، كل شيء مقدر ومكتوب في عالم الغيب. في لقائي بأحد مهندسي الاتصالات عندما كنت حاضراً لاجتماع وزراء الاتصالات العرب في جمهورية مصر العربية، حيث كنت أخبره عما حدث لي في إيران في نفس اليوم الذي كنت مفترض أن أكون متواجداً فيه، وكيف أنني في كثير من الأحيان عندما أفكر في شخص ما أجده يتصل بي هاتفياً ليقول لي جئت على بالي، فما كان منه إلا أن وجه لي سؤالاً: ما هي أول كلمة في أول آية نزلت على رسولنا يا بني؟ وجاوبته قائلاً: اقرأ. قال لي: نعم اقرأ. وتركني في حيرة وانصرف لا أبدأ في التفكر في هذه الآية. وهنا تأتي أهمية القراءة والعلم للتعرف على أسرار الكون والخلق والارتقاء في أعمار الأرض. وقد شغلني موضوع التخاطب التخاطري، أو كما يعرف لدى الغرب بالتلبثي، عندما تنتقل الفكرة من إنسان إلى آخر دون أن يدور أي حديث بينهما. وهذا هو الشغل الشاغل اليوم لجميع العلماء المهتمين بهذا الجانب. وهناك دراسات وأبحاث تدور حالياً لتحويل هذا التخاطر إلى ذبذبة رقمية، ولكم أن تتصوروا الجيل القادم أو جيل المستقبل قد يتخاطب فيما بينهم دون أن ينطقوا. في محاولة مني لأربط تجارب الطفولة والخبرة العملية والمخزون الثقافي، يخرج اليوم كتاب رحلة للمستقبل رابطاً بين جميع ما ذكرت وبين عوالم الثورات الصناعية من خلال تدبري وتفكري في الآيات البينات من القرآن الكريم، لأقدم للشباب وللأجيال القادمة بعض نصائح المحب الذي مخرع باب الحياة في عالم الاتصالات أو مواجهة المتلاطمة. صاحب السمو الموقر، خلال صفحات الكتاب تطرقت إلى تلك الملكة التي يتميز بها الإنسان، ألا وهو الخيال. فكل إنسان لديه باب لعالم الخيال، فالبعض منا يقف أمام هذا الباب، والبعض يخطو خطوات ليرى ويحاول الاستفادة من معينه، أما البعض فيبحر في يمه ويرتحل في أفلاكه ويكتشف أسراره ويجد ضالته التي يبحث عنها. وما تلك الاكتشافات، ونقول هنا اكتشافات وليس اختراعات، وما تلك الاكتشافات التي اكتشفها ويكتشفها العلماء إلا بالتعمق في عالم الخيال. كما أشرت هنا كذلك إلى ملكات أخرى كالإلهام والرؤى والتنبؤ، حتى أصل بالقارئ إلى عالم الاتصالات الذي تسارع في نموه بطريقة مذهلة في العقود الثلاثة الأخيرة، مما جعلها الركيزة الأساسية في الصناعة الرابعة والخامسة والسادسة في طريقها طبعا، الذي جاء الذكاء الاصطناعي أحد ركيز مرتكزاتها، إلى جانب إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. فأخذت هذه المحاور لأطلق الخيال وأنظر إلى المستقبل من هذا المنظور. كل هذا وغيره ستجدونه حاضرا في كتاب رحلة إلى المستقبل. وقبل أن أختتم،
كلمتي أتوجه بالشكر الجزيل إلى مؤسسة الرؤية للصحافة والنشر على رأسها المكرم الشيخ حاتم الطائي على تعاونهم معنا في إصدار هذين الكتابين في فترة وجيزة، وعلى فريق العمل الذي ساندني وهم كريمتي عائشة بنت أحمد بن سويدان البلوشية وسالم المعشري ومالك الرابحي وزملائي، كما أشكر مطبعة العنان على دورها في طباعة كتبي الثلاثة. وفي الختام نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد روح جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه بالرحمة والمغفرة، والله العلي القدير نسأله أن يديم على بلادنا النعم وأن يحفظها من كل مكروه، وأن يوفق مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في مسيرة النهضة الحديثة، وأن يسدد على درب الخير خطاه، وأن يكلل مساعيه للسلام على الدوام، وأن يوفقنا جميعا لنكون معاول بنا للتقدم والتطور في هذه النهضة المتجددة المستدامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التهنئة القلبية الخالصة للشيخ أحمد بن سويدان البلوشي على إصدار عمان من السماء اثنين، وأيضا رحلة إلى المستقبل. أنا ما بقول كلام ثناء كثير، مثل ما يقولوا بالعماني واقف الحكي الشيخ أحمد، أنا ربما شهادتي فيك مجروحة لأنك أنت الأستاذ وأنت المعلم وأنت الفنان، لكن أقول أن الثناء الأكبر عندما تصل هذه الإصدارات الأدبية لدى الناشئة من شباب عمان القادم بإذن الله تعالى، لعلهم يجدون ضالتهم من توجهات وطنية حقيقية وفنية أدبية جمالية يستفيدوا منها أبد الدهر. الآن جاء دور التكريم لمن ساهم كفريق عمل في إصدار عمان من السماء أو رحلة إلى المستقبل، لذا أدعو صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد والشيخ أحمد بن سويدان لبلوشي لوقفة رمزية وفائية تكريمية. والمكرمون هم، بداية استوقفني هذا الاسم لن أطيل أبدا، لكني أريد أن أقول هو ليس فقط ساهم في هذا الإصدار الأدبي والثقافي والفني، لكن بالصفة شخصية ساندني كثيرا، بل كان معلمي في إحدى فترات عملي أعتز به كثيرا، هو طاقة إيجابية بالنسبة لي ولعدد من أبناء الوطن الغالي أستاذتي القديرة الشيخة عائشة بنت أحمد بن سويدان البلوشية. عشان الصورة الشيخة عائشة. وأيضا تكريم الفاضل سالم بن محمد بن سالم المعشري. كذلك تكريم مصمم الرسومات الفاضل مالك أبو بكر الرابحي، فليتفضل مشكورا. وأيضا تكريم الفاضل فينود كومار، حيو فينود، حيو استاهل.
كذلك تكريم الفاضل جوزيف عازر يعقوب من مطبعة العنان، أتمنى أني نطقت الاسم صح، بس جوزيف فليتفضل. ختاماً، يسر الشيخ أحمد بن سويدان بن محمد البلوشي بتقديم هدية تذكارية لصاحب السمو السيد فاتك بن فهر بن تيمور آل سعيد. لدينا النعيم، لدينا الجحيم، لدينا النعيم، لدينا الجحيم، ونترك للسائلين السؤال. سلوا المجد أين استقرت رحاه، وألقى عصاه وصال وجال. أليست عمان التي ما توانت تساقيه طول الزمان الوصال؟ بأعناقنا يا زعيم البلاد، بأعناقنا يا زعيم البلاد، مواثيق عهد تعد مثالا. وسوف ترى ما يسرك منا، أكان مقالا ترى أم فعالا. ودم سيدي، ودم سيدي في الذرى مطمئنا بنعماء لا تخشى منها الزوال. ودم سيدي في الذرى مطمئنا بنعماء لا تخشى منها الزوال. هي مواثيق عهد بدأناها من سلطاننا الراحل طيب الله ثراه، ونستكملها اليوم مع سلطاننا المفدى هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. هذه المواثيق وكما قال الشاعر أنها تسير في اتجاهين متوازيين، الاتجاه الأول اتجاه النعيم، لأن العماني طيب في أفعاله وأعماله، ودائما مع الأسلوب السهل الذكي، لكنه في طريق متواز آخر طريق الجحيم. لكل من أراد أن يقلل أو يحجم من هذا البلد المعطاء ولو بكلمة أو لمحة عابرة. لماذا؟ لأن المجد عندما استقر وعندما ألقى عصاه الجميلة ألقاها في عمان المحبة والسؤدد. حفظكم الله من كل شر ومكروه، وحفظ الله عمان وسلطاننا المفدى هيثم بن طارق من كل شر ومكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.